الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد رئيس جامعة المولاي إسماعيل بمكناس، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السيد ممثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيدة ممثلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد ممثل رئاسة النيابة العامة، السيد رئيس المكتب الجهوي للولاية للودادية الحسنية للقضاة، وفي نفس الآن رئيس المحكمة الابتدائية لمكناس، السيد ممثل رئيس محكمة الاستئناف، السيد ممثل الوكيل العام، السادة القضاة، السيد رئيس غرفة التجارة ممثل رئيس غرفة التجارة والصناعة، السادة الأساتذة والزملاء الأفاضل، السيد رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم، السيد ممثل جمعية صفاء، سيدة ممثلة جمعية صفا للتنمية والخدمات الإنسانية، سيدة ممثلة جمعية السلام للتنمية والعمل الاجتماعي بتيفلت، سيدة ممثلة المنظمة المغربية للطفولة والشباب فرع مكناس، إخواني وأخواتي الطلبة. يسر مختبر الدراسات القانونية والقضائية المنتمي لشعبة القانون الخاص بهذه الكلية أن ينظم هذه الندوة الوطنية حول موضوع ذي رهينية كبرى أمام التطور الهائل الذي تعرفه التكنولوجيا، ويتعلق الأمر بالثقة الرقمية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد سبق لشعبتنا ومختبرنا أن نظمت منذ بضع سنوات ندوة ألقاها فضيلة الأستاذ السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعلى إثرها تم إعداد عدد خاص بمجلة الكلية مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير، وهو العدد 16 في أكتوبر 2021، والذي تضمن أكثر من 17 دراسة تهم موضوع المعطيات المتعلق بمواضيع مختلفة متعلقة بالقانون 0809 المتعلق بحماية المعطيات ذات طابع شخصي، والتي تم إعدادها من طرف مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء في هذا المجال. ونظرا لحيوية الموضوع، أبت مجموعة البحث في الأمن والعقار والأعمال التابعة لمختبر الدراسات القانونية والقضائية إلا أن تنظم ندوة وطنية حول نفس الموضوع، وذلك تحت إشراف شعبة القانون الخاص ورئيسها الأستاذ والصديق العزيز أستاذ معزوز البكاي. ولا شك أن التطور الهائل الذي نشاهده اليوم في عالم التكنولوجيا والمعلومات، وما تستطيع الهندسة اللوغاريتمية أن تحققه من تطبيقات كنا معها نعتقد حتى وقت قريب أنها من صنع خيال، وهو التطور الذي حقق مكاسب كثيرة، لكن دخول الذكاء الاصطناعي من الباب الواسع من شأنه أن يمس حقوق الأفراد والجماعات من خلال تجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها، وهو ما جعل المادة الأولى من القانون الصادر في 18 فبراير 2009 والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تنص أن المعلومات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي، ويجب أن لا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان، ويبغي أن لا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين، وهو نفس المبدأ الذي كرسه الفصلين 24 و 27 من دستور 2011. من أجل تدارس آثار الرقمنة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتشرف كليتنا وشعبتنا ومختبرنا باستقبال ضيوف هذه الندوة المنظمة بالتوازي مع إخواننا وأصدقائنا السادة القضاة أعضاء الودادية الحسنية للقضاة. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأساتذة الباحثين المشاركين في هذه الندوة، والذين تحملوا عناء السفر للحضور معنا وإغناء النقاش حول هذا الموضوع الهام والآني. وأتقدم بشكر خاص إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للحلول عبر ممثله بيننا بصفة وذلك من أجل تلبية الدعوة وإنارتنا حول مجموعة من المواضيع ومجموعة من الإشكاليات التي تتعلق بهذا الموضوع. كما أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إعلان السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتبني هذه الندوة وتشريف كليتنا بحضور ممثليهم بيننا في هذا اليوم المبارك. وأتقدم كذلك بجزيل الشكر للسيد رئيس غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لحضوره معنا ومساندته للندوة ودعمه لها. الشكر موصول أيضا إلى السيد رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم والسادة ممثلي الجمعيات كل واحد باسمه وصفته. لا شك أن المساهمات القيمة والمداخلات العلمية الرصينة ستمكننا من الوقوف على مكامن القوة والضعف في ترسانتنا التشريعية والخروج بتوصيات من شأنها أن تطور تشريعنا ومراد معرفتنا. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لسيد رئيس جامعة المولى إسماعيل على الدعم اللامتناهي الذي يخص به كليتنا وتشريفنا بحضوره أشراف افتتاح هذه الندوة. الشكر موصول أيضا إلى عميدنا الدكتور عبد الغني بوعياد على مساندته المستمرة للبحث العلمي وتبنيه بلان شغل لكل المبادرات في هذا الشأن، خصوصا تلك المبادرات التي تهم تنظيم ندوات أو دراسات أو إصدار كتب في جميع المجالات الحقل القانوني. وأخيرا أشكر جزيل الشكر للأستاذتين الفاضلتين الأستاذة سيهان بن مسعود والأستاذة منيا ضمري على تنظيمهما المحكم لهذه الندوة والسهر على إخراجها إلى النور في حلتها هاته. فلولا العمل الدؤوب والمتواصل لهما لما استطعنا أن نفتخر اليوم بتنظيم هذا العرس الثقافي. الشكر موصول أيضا إلى أخي وصديقي السيد رئيس شعبة القانون الخاص على مساندته لمختبرنا ولكل برامج البحث العلمي وتبنيها وتشجيعها. أتمنى لضيوفنا الكرام مقاما طيبا بيننا وندبة موفقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا لزميلي سموحه الخري مدير مختبر الدراسات القانونيه والقضائيه. والان اسمحوا لي ان اتقدم بالشكر الجزيل لمدير فندق فوليبليس مكناس على الدعم المادي وتخصيصه لغرف لفائده ضيوفنا الاعزاء. شكرا لمدير فندق فوليبليس مكناس على الدعم المادي لهذه الندوة القيمة. قبل أن أرفع الجلسة سأتقدم ببعض الهدايا. الهدية الأولى عبارة عن درع مؤسسة للسيد رئيس المكتب الجهوي للميدالية الحسنية للقضاة والسيد رئيس المحكمة الابتدائية زميلي وأخي محمد.